أخي أبو الطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أبو الطيب، من دير الزور تتكلم إلينا، أليس كذلك؟ نعم، ناطق شبكة شام في دير الزور وريفها. حياك الله. أخي أبو الطيب، ما جديد الوضع الميداني لديكم اليوم في دير الزور بعد القصف الذي تعرض له حي الصناعة والعمليات العسكرية الدائرة لديكم هناك في أحياء وسط المدينة؟ وما الذي بقي حقيقة، السؤال الذي يطرح نفسه، من قوة لهذه العصابة الأسدية في دير الزور بعد تحرير أجزاء كبيرة من المدينة والريف؟ نعم، أكثر من 440 يوم والحملة العسكرية مستمرة على محافظة دير الزور وريفها من قبل قوات النظام. حلق طيران الميج في سماء المدينة وريفها، ثم تجدد القصف اليومي من مدفعيات الجبل وراجمات الصواريخ التابعة لقوات النظام على الأحياء المحررة في المدينة. تركز القصف على أحياء الحويقة والصناعة والعرضي والمطار القديم والحميدية والشيخ ياسين والجنامات، مما أدى لاحتراق عدة منازل وتضرر منازل أخرى. ورد الجيش الحر بدك معاقل لقوات النظام في حيي الصناعة والطحطوح بمدفع محل الصنع من عيار 165، بالإضافة لاستهداف مدفعية الجبل ومدرسة هرابش وحاجز الطحطوح بصواريخ محلية الصنع. أيضا استهدف الجيش الحر مركز الطلائع بقذائف الهاون، ودارت اشتباكات عنيفة في حي الصناعة بين الجيش الحر وكتائب الأسد. أما في ريف دير الزور فقد تم تأمين انشقاق قرابة 50 عنصر من قوات النظام في رتب مختلفة من المطار العسكري ومن مواقع أخرى بدير الزور، وتم تأمينهم من قبل الجيش الحر وهم الآن في مكان آمن والحمد لله. نعم. وقامت قوات النظام المتمركزة في المطار العسكري بقصف بلدة المريعية وبلدة العبد بقذائف الهاون ومدافع 57، مما أدى لتضرر في عدة منازل من منازل المدنيين. كما قامت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 137 الواقع جنوب مدينة دير الزور بقصف بلدة الخريطة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، مما أدى لارتقاء شهيد ووقوع العديد من الجرحى وتضرر في منازل المدنيين. ودارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين الجيش الحر وكتائب الأسد على أسوار المطار العسكري، وقام الجيش الحر باستهداف المطار العسكري وكتيبة الصواريخ المجاورة له بمدفع محل الصنع من عيار ثقيل، وشهد تصاعد لأعمدة الدخان من المناطق المستهدفة. يعني أما بالنسبة للحالة، تفضل. لا تفضل، تابع. نعم، يعني لابد أن نتكلم عن الحالة الإنسانية في دير الزور وريفها. فيعاني الأهالي من نقص شديد بمادة الطحين وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وأحيانا لأيام، وخاصة في ريف دير الزور الأوضاع المعيشية صعبة جدا، وذلك كونه محرر بشكل كامل ومزدحم بسكان اللاجئين من الأحياء المستهدفة في المدينة ومن محافظات أخرى. يقوم النظام بمنع وصول المواد الغذائية للريف، ويقوم بقطع الكهرباء لعدة أيام، ومن الطبيعي يتزامن قطع الكهرباء مع قطع المياه، فيضطر الأهالي للجوء لسبل قديمة جدا لجلب الماء من نهر الفرات، ولا ننسى انقطاع الاتصالات الأرضية والخليوية وخدمات الانترنت عن المحافظة منذ أكثر من 11 شهرا حتى هذه اللحظة. نعم، يعني بعجالة أخي أبو الطيب، الكل يسأل ما الذي بقي من قوة نظام الأسد في محافظة دير الزور؟ ما الذي يجعل النظام حتى الآن موجودا في دير الزور بعد الانتصارات التي تحققت في الريف، وأيضا الانتصارات التي حققها الثوار في محافظات أخرى؟ نعم، جميع المناطق، ريف دير الزور محرر بشكل كامل، وأحياء المدينة محررة، لم يبقى سوى حي الأجورة وحي القصور، هذين الحيين هن الوحيدين ما بقيا يسيطر عليها النظام. لا يملك سوى الجبل المتواجد جنوب مدينة دير الزور. نعم. يضع المدفعيات الثقيلة وراجمات الصواريخ على هذا الجبل، ويقوم بدك أحياء المدينة
وبالإضافة يعني يمنع الجيش الحر من السيطرة على هذا الجبل، هو نقص العتاد والذخيرة المتواجدة عند الجيش الحر. نعم. أقصد الأسلحة النوعية طبعا، والمطار أيضا يضاف إلى هذا الجبل كذلك. بالتأكيد، نعم بالتأكيد. نعم، على كل حال نسأل الله النصر والسلامة للثوار والمجاهدين في دير الزور. أشكرك جزيل الشكر أبو الطيب النعيمي الناطق باسم شبكة شام الإخبارية، تحدثت إلينا من دير الزور، ونواصل معكم.